الفنان احمد عصام كان اون فاير خالص، كل المغنيين والمطربين المصريين اللي تتخيلهم كانوا موجودين. العروسه ما كانتش زهره من كتر ما المسرح كان مليان عظمه، وكل التفاصيل دي هنقول لكم عليها في لقطات. قدر الفنان احمد عصام انه يجمع كل اقطاب الغنى في فرحه اللي اتعمل في فندق كبير في القاهره. الناس كانت ماشيه في الشارع عادي، لقت جنبها كميه فاير ووركس والوان وصواريخ ماليه الدنيا، وطبعا ده عادي عند ملك الشوف مصر. الفرح من اوله بدا بتامر حسني اللي كان بيشهد على كتب كتاب احمد عصام اللي بيعتبره واحد من ولاده في الوسط الفني، هو اللي اكتشفه وقدمه في اعماله كتير قبل كده. تامر حسني شهد على كتب الكتاب وكان جايب مصطفى حسني يكتب الكتاب بنفسه من كتر ما علاقته بيه قريبه، وبعدها بدا الفرح برقصه سلو على اغاني نجم الجيل ذات نفسه. تامر حسني ما فارقش احمد عصام طول الفرح، غنى في اوله وغنى في اخره، وغنى مع عمرو دياب ومع حميد الشاعري، ومصطفى قمر جه معاهم كده. وما كانش حد يتخيل المكسات اللي حصلت في فرح احمد عصام دي. محمد حماقي يغني المدينه مع الكينج محمد منير اللي مسك الطبله وقعد يلحن عليها وهو مستمتع بالفنان الجميل اللي بيحافظ على اغانيه وبيقدمها بشكل محترم للناس. طبعا اهم فقره حصلت في الفرح ده واللي قلبت الدنيا كلها هي تامر حسني وعمرو دياب اللي غنوا سوا يا انا يا لا محدش تاني، وعملوا المفاجاه الكبيره اللي عمر ما كان حد يتخيلها. مش بس كده، غنوا كمان مع حميد الشاعري ومع مصطفى قمر اغنيته الشهيره جلجلي اللي طلعوا كلهم حافظينها ومأثره فيهم زي كل اغاني حميد اللي اتربى عليها جيل التسعينات وكمان نجومه. تامر حسني كان محضر خطه كامله لفرح احمد عصام، وبعد ما خلصت فقره الغنى الجماعي اللي جمعت كل مطربين مصر تقريبا، قعد معاه وقعدوا تمثيل مشهد من فيلم نور عيني اللي بقاله دلوقتي يجي 12 سنة. أحمد عصام جاب القانون وقعد ولبس الطربوش ووزعوه على معازيم الفرح كله، وغنوا الأغنية كأنه ما عداش عليها كل السنين اللي فاتت دي. ومش بس المطربين اللي كانوا موجودين في الفرح، ناس كتير من الوسط الفني والممثلين كانوا معزومين وكانوا حريصين يجوا ويباركوا لأحمد عصام، ومنهم هاني رمزي ونهال عنبر وأحمد الشامي وماجد المصري.